كثير من الفصول قدمت عمل جيد جدا وكانت أعمال فنية بحق. ما بطول عليكم وبعطي الفرصة لأستاذتنا ومديرة المدرسة الآن لتقديم الجوائز للفصل الفائز. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته للجميلات الحلوات. أول شيء أحب أقول لكم إياه مرة شكراً على كل شيء سويتوه وكيف زينتوا هالفصول وصارت حلوة مثلكم. طبعاً إحنا سوينا هذه المسابقة ليش؟ عشان نخليكم تعرفون قيمة العمل الجماعي وش الأهداف منه، وعشان كل واحدة فيكم تطلع الإبداع اللي في داخلها، وما شاء الله عليكم فعلاً أبدعتوا. طبعاً المعظم أو خلني أقول الكل قام بعمل جميل ورائع مثل ما تفضلت الأستاذة ناهد. في فصول سوت التزيين بشيء لا يذكر من التكليف، والبعض منها تكلفت بمبلغ مالي، وبعض الفصول تكلفت بمبلغ مالي كبير، وفي واحد من الفصول استعان بمصممة خارجية. المهم ما بي أطول عليكم الكلام، أدري متحمسين ولا لا؟ تبون تعرفون النتيجة ولا لا؟ اللي فاز بمسابقة أجمل فصل هو أقول ثانية ألف. غش وتلاعب وكذب وخداع، المدرسة هذه لازم تتقفل، وانا اللي بقفلها، وانا بنت عبد الرحمن صغير. الله يعين اهلها عليها، والله واضح من مشاكسها. طبعاً اليوم أنا تعرضت لمحاولة قتل من المجرمة اللي اسمها أمل راجح، وأنا الآن على السرير الأبيض والثوب الأخضر وجاني ارتجاج في المخ. أطمنكم أنا الحمد لله تمام، لحقوا علي. طبعاً الآن أبوي وأبوها قاعدين يمارسون علي الضغط عشان لا أبلغ، بس ايش رايكم انتم؟ اسمع كلام ابوي ولا ابلغ الشرطة عشان المجرمة هذه ما تفلت بجريمتها؟ ايش كنت تسوين؟ انت ما تتوبين؟ العالم كله لازم يعرف عن المجرمة هذه. تبدا معاكم حتى في المستشفى تهاوشون؟ خير ايش صاير؟ اختك فاتحة بث ومسوية نفسها بتموت وقاعدة تتهم امل. لا صدق انت سارة ما تستحين على وجهك. يا بنت راعي شعور سندس إذا شافت الكلام هذا منك. سندس خلاص ما لها علاقة فيهم. إيش؟ أنا عرضت سر خطير بيخرب بينه وبين راجح للأبد. في غرفته بنت أبو فايز في غرفة بدر؟ صحيح، ولكنك وعدتني تكون هادئ. لا أنا هادئ الحمد لله. أنا كالثلج الحمد لله. وينه التافه الكلب الحقير المجرم هذا؟ وينه؟ لو ما حبستها يا أبو بدر ما صار اللي صار. حتى هذه تبغين تطلعيني غلطان فيها؟ جايب البنت في غرفته وهو محبوس، تعتبريني أنا الغلطان؟ قلت لك صار سوء تفاهم.
غير كذا انت ليه دائما تنظر للجانب الفاضي من الكاس؟ والله الكاس المر اللي يشربه من يدي. هذا انت طول عمرك تشربه من الكاس المر، ايش اللي صار؟ وش اللي تغير معك؟ صار مثل ما انت تبي؟ لا يا اخي، فكر مره واحده تخليه ينظر للجانب الحلو من الكاس. جرب مره واحده في حياتك تكون الاب، الظهر، السند، الجدار اللي ممكن يحتميه به اذا عصفت به الدنيا. جدار اللي تقولين عليه انهد وانتهى. كل كلام الكتب والمثاليات هذه ما له داعي ولا ابغى اسمعه. فهودي الحلوين اللي كبروا. فهودي قولي السلام عليكم. السلام عليكم. نو كيف شقي؟ وصلوا، شرفوا الاباليس وصلوا. تعالي انتوا هيك اركضي. تعالي بنت، تعالي انتوا هيك. بلاش ماما، لازم تتعود. هي سندس، احنا ما سوينا شيء. لا سويتوا اللي ما سووا. ليه منحش كذا؟ شكلك معصبة. ايه معصبة طبعا معصبة. يلا افتح الباب. لو فتحنا بتعصبين علينا. ما راح اعصب، افتح الباب يلا. وانا اكره الظلم. اقول لكم افتح الباب ترى بدف. ممكن نتفاهم بس بهدوء. الصدق، وما ابي منكم الا الصدق. فكرة مين دي؟ فكرة ابوكم ولا اخوكم ثامر؟ ها شفتي؟ قلنا لك تظلمينا، ترى حنا عادي يعني، رحنا صدفة. ما في شيء معكم اسمه صدفة. أنا مشكلتي قايلة هذه المعلومة مع الأسف قدام ثامر، قايلة بلساني رايحة لمطعم الريحانة. سندس خلاص أنا بقول الحقيقة. أيوه بالضبط، أسمعك. صراحة الفكرة كانت فكرة أبوي. ما أنا قايلة، قايلة هذا فكرة أبوه، مستحيل. وأبوكم ليه سوى كذا؟ لا تستهبلين، انت تعرفين ليه؟ بعمرك أنا أتكلم معك كذا. بس الحقيقة أنك تعرفين. إيه وش أعرف إن شاء الله؟ إن أبوي يحبك. وش عيب؟ عيب ذا الحكي، كلامك بارد، مالك خاص فيه أنت. مو بأنت قلتي تبين الحقيقة؟ هذه هي الحقيقة. أبوي خطب نوف بس عشان وصية أمي الله يرحمها، بس الحقيقة هو يحبك أنت ويبيك أنت. اسمعي انتوا هي، انا عمري في حياتي ما مديت يدي على واحد منكم. من اللي سطر بدر كف؟ عمري في حياتي ما مديت يدي على واحد منكم الا بدر، وكويس انكم عارفين هالمعلومه، لان مره ثانيه اذا تدخلتم في مواضيع ما تخصكم ولا تدخلتم في موضوع يخصني انا وراجح، راح اسطركم انتم وابوكم وراكم. فاهمين؟